جميل جدا. طيب نروح بقى لدوري ابطال افريقيا، لان ده يعني اليوم المنتظر، وبنتكلم ان هي قمه استثنائيه، يعني ناس كتير جدا، غير طبعا انه ديربي يعني، بس احنا بنتكلم قمه استثنائيه بكل المقاييس، حتى الجوائز كمان بنتكلم الماديه حضرتك اكيد عارفها ملايين الدولارات، بس مش ده القصه، القصه الحصول على اللقب هو ده بيبقى الهدف الاولاني. خليني اعرف من حضرتك بدايه كده، ناخد الموضوع من اوله خالص، على اي اساس بيتم اختيار الحكام من الكاف؟ انا طبعا قعدت في 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 لجنه التطوير في كره القدم بالكاف 18 سنه، منها تحكيم، تدريب، اداره، طب رياضي، كل الاجزاء دول الاربع عناصر دي هي تطوير كره القدم، ما خرجتش منها ولا الاربع عناصر دول. التحكيم ده كان الشغل الشاغل، كان اول شخص اشتغلت معاه في التحكيم المرحوم فرح قدو الصومالي اللي كان رئيس لجنه الحكام السابق وكان نائب رئيس الاتحاد الافريقي. هذا الرجل استدعاني وانا قبل ما اجي في الاتحاد الافريقي وانا في النادي الاهلي، طلبني قال لي يا شطه انا عايز اعمل حاجه للحكام، ما عندناش اي ريفرنسز او اي ديفلوبمنت بروجرامز، حاجات كده نقدر نخلي الحكام يشتغلوا منها. قلت له والله انا عندي، انا بشتغل في الفيديو من زمان من السبعينات، وعندي خبرات كبيره جدا في كيفيه ان انا اعمل لك يعني مونتاج لبعض الحالات في التحكيم تبقى كانها دروس لهؤلاء الحكام. فعملت له شرايط في اتش اس، ما اعرفش سمعته عنها ولا طبعًا لا طبعًا. فيديوهات البيتا ماكس والبيتا ماكس طبعًا. هي مش فاكراها، مش عارفه، هي مش المرحله دي واليوماتيك والبيتا كام والحاجات دي طبعًا. المهم فانا كنت بشتغل بقطع بقى حاجات يدوي كده بالحاجات الزمان اللي هي الزراير اللي انت عارفها، مش عايز اتكلم على الفاينل كات والحاجات دي، ادوب بريمير والحاجات دي كده، هم عارفيني انا عشان انا اشتغلت في المواضيع دي. فعملت له شرايط حقيقه، كنت بحرك اللعيب والحكم مانيوال كده بشكل معين. بدانا التدريس، بدانا نعمل حاجه اسمها بري فيوينج، يعني تعيد الحالات للحكام عشان يتعلموا منها. لما دخلت الاتحاد الافريقي بقى طلبت بقى الحاجات الحديثه والبروجرامز والابلكيشنز، وبدينا نعمل الحكام كل مباراه لازم الحكم نبعت له هذا الدي في دي عشان يشوف بقى ايه التدريبات بتاعته. بدانا الحقيقه التطوير في الحاجات دي، والتطوير بدا خد وقت كبير جدا قبل ما الحكام بداوا من دوله الفيفا اتدخلت وبدات تجيب بقى الحالات عشان الحكام يشوفوا الحالات المعينه يقيسوا عليها ولكن التحكيم صعب جدا، مهما تعلم هتلاقي مواقف في الملعب وانت عايز تختار القرار في سنوات او في ثواني عديده وكسر من الثانيه، فالاخطاء موجوده والاخطاء هتستمر، لكن الاختيار كنا بنقعد بنتكلم لما كان الحقيقه رئيس لجنه الحكام اللي انا حضرته بعد فرح قدو الله يرحمه كان عمر سي بتاع جامبيا، وبعد كده جه طبعا بدار سين من السنغال، وبعد كده اخر واحد كان مجدي شمس الدين السوداني اللي في فترته التحكيم على الاقل كان من افضل الفترات، لانه كان بيجيب الحكم ويساله ويقول له ايه الحاجات الاخطاء اللي انت عملتها. الان الحقيقه الفتره اللي فاتت دي التحكيم ده دخلت فيه بعض العناصر اللي بتاثر في مين يحكم ايه ومين ما يحكمش ايه. التدخل ده ببساطه شديده جدا في اعضاء مكتب تنفيذي وفي اعضاء لجان وفي رؤساء اتحادات في الفتره الاخيره دي بيأثروا على قرارات لجنه التحكيم بتغيير حكم او بالتغيير طبعا.